اي وين راح انت؟ سرقت المحل انا سرقت يا بس. السلام عليكم يا شباب سرقوني. السلام عليكم شوكو شباب، ان شاء الله بخير. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون جبت لكم حلقه جديده من سيرفر سلاب كرافت. طبعا اسف شوي طولت عن السيرفر، حرفيا نزلت كم مقطع وما نزلت عنه. فاليوم خلينا نشوف شنو التغيرات صارت بالسيرفر، الاعضاء شنو بنوا، واهم شيء واهم شيء يا شباب راح نبني محل جديد بمنطقتنا. اي مثل توكس دخل وانا ما ادري اصلا. فيه راح نبني محل يا شباب حق كريبر، اي حق رؤوس الكريبر. هاي يا شباب انا جايبها معاي مثل ما تشوفونها، محل جدا مجنون، الحلقه جدا مجنونه. فقبل لا نبدا خلي لايك، اشتركوا بالقناه، فعل جرس اشعارات يا شباب، ويا اخليكم مع الفيديو. مثل ما تشوفون شباب هسه خلي نروح للاعضاء مناطقهم ونشوف شنو التغيرات اللي صارت. اول واحد يا شباب نروح له اللي هو سيف مو جيمز. هذول الاعضاء الداخلين جاي. أوه والله هو موجود ببيته، اقصد المحل مالته. شوف شنو هالشيست. اوه والله حسبته هديه بس طلع خرابيط. تشوفون هذا البيت مالته والله حصر بالقوه ينام. كان من انا يا شباب اللي هو المخزن او المحل، والله محل يا شباب مجرد شيست واحد. من عندي وحاطط له جولدن ابل. اوه يا شباب يقول واحد مشتري من عنده وحاط له جولدن ابل، هو والله قسم بالله هذا انا اللي حطيت له جولدن ابل. هلا قل لي سيف. نعم انا حاط لك جولدن ابل. انت؟ اي انا اقول من اشتركت بدايوس. فمثل ما تشوفون يا شباب هسه خلي نروح، مثل ما تشوفون كل الاعضاء هاي السطر كله هنا امتلأ. ايضا يا شباب اجي هنا عضو جديد اسمه حبيب جيم اوفر، فخلي نروح نشوف منطقته يا شباب. اوكي ايش هذا رسمنا تحت الارض؟ الو او ماي جاد، شنو هاي شباب؟ اسطوري. طبعا هذا الرسبون ماله اللي رجعه، رسبون جدا اسطوري. خلونا هسه نصعد ونشوف شنو موجود فوق. شنو هذا الموجود في الجبل؟ بيت، البيت مالته باني بالجبل بالجبل يا شباب. فوالله العظيم مثل ما تشوفون يعني شغل جدا متعب قسم بالله، هذا لوحده هو قاعد يبني. اهني على هذا الجهد. ويا خلي نروح المنطقة اللي هو اهم شيء يا شباب، عنوان الفيديو علشان نبني البيت. شباب قاعدين يتناقشون، لا مو محل اكل، مو محل اكل، مثل ما تشوفون جاي يتناقشون ويريدون يشوفون شنو هو المحل. فما راح اقول لهم، خلوا نرجع للمنطقة يا شباب. وين منطقتي؟ اهم شيء منطقتي وينها؟ والله ذابيني بالاخير يا شباب. فخلني ندخل على منطقتي ونشوفها يا شباب، نسلم عليها، والله مشتاقين لها. شوف الورد قسم بالله الورد لوحده ينمو. فخلونا اوه يا شباب شوفوا محل الالترا منور قسم بالله. خلي ادخل نشوف ياهو اشترى ياهو ما اشترى، والله صار لي كثير ما داخل للسيرفر. هوبا والله نايس يا شباب هاي التحكم، والله محل مشتري حرام. وات يا شباب منو معطيني بلوكات؟ ياخذون الترا ويعطوني بلوكات. اح دمجني. فالمهم يا شباب هسه المحل راح نبنيه هنا، المحل الجديد. طبعا هم ما قاعدين يسمعوني الاعضاء يا شباب، المحل اللي راح ابنيه انا قلت لكم اياه حق الكريبر، فراح يكون بصف محل الالترا. والله العظيم منطقتي راح تكون متسلسله بشكل جدا حلو. طبعا هاي بلوكات المحل يا شباب، نجيب اللون الاخضر. طبعا يا شباب مساحه المحل راح تكون 10 في 10 تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي؟ يا شباب البلوكه انحطت ولا لا؟ لازم ارجع مره ثانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 والله حرام يا شباب، ما راح تفرق معانا، نكمل بهالطريقه. والله نايس يا شباب. اوح خربنا البلوكات، ثواني بس يا شباب خلي اعدلها. وين البكاكس؟ والله الحمد لله عندي بكاكس من جولد، اقوى بكاكس باللعبه. عن المحل راح يكون من بابين. هذا يا شباب الشاشه عم تتحرك، والله الشاشه عم تتحرك لوحدها. فيا شباب الارتفاع راح يكون 10 بلوكات، ضروري 10 بلوكات. فواحد ويت 1 2 3 4 5 6 7 والله شكله صار كثير شباب. اوتش اي والله يا شباب صار كثير. خلينا نسوي يعني محل صغير يا شباب، لان حرفيا منطقتي احتمال راح تكون كلها محلات. سمعوهم شباب قاعد يتكلمون. صندوق هذا الصندوق ساعات افضي الدكتور مش. شباب مثل ما تشوفون وصلنا لهاي المرحله من المحل، قسم بالله تعبني واخذ وقتي كله، وحتى ما توقعت انه البلوكات راح تكفي. تشوفون يا شباب خلينا نحط كذا، هوبا يا رب اللوحه. يب اخيرا حطيناها مثل ما تشوفون، ناقصتنا بس شويه بلوكات. خلينا نجيب هاي البلوكات السوداء وراح نبني البناء تمام. وحده منها يا شباب هاي راح يكون هذا هنا فم الكريبر يا شباب تمام. الباب مكون من بلوكتين، وحده اثنين، ومن هني راح تكون بهالطريقه يا شباب. مثل ما تشوفون هسه راح حرفيا راح تنذهلون. هسه خلينا نسوي بعد العيون مالته اعتقد بهالطريقه. ياب والله نايس، تحطونهن بهالطريقه اوكي. يا رب يطلع يا شباب ضابط، والله العظيم ما يصير. خلينا نكثر، خلينا نكثره.
اوكي يب شباب ضبط والله شكله راح يكون جدا رهيب. هسه خلونا نسكر دوم دوم دوم. والله نايس يا شباب بعد بس عين من انا وحده. وان شاء الله يا شباب بالفيديو او ما ادري بالفيديو لو لا حسب اللحق او لا. هلو محلتي انت؟ لا مو انت ولا كم باودر هل رؤوس كريمر يعني؟ ايه تريد انطيك اكل؟ انطيك اكل؟ اكل عندي لي يا شباب عارفين يعني تدخل معاهم عارفين تشبع وناسة والله قاعد يضرب يا شباب او ماي جاد. فا اوكي خلينا نكمل هذا بناء المحل. اوكي نشوفه ضابط ولا لا. يب 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 والله شكلها نعلع يا حبيب قاعد يحجون كثير يا شباب مثل ما تشوفون. نو از اواي نو از اواي قسم بالله طلع المتجر جدا جدا رهيب. فمجرد نسوي الارضيه واللي هذين يا شباب هذين جاي تشوفون اللي عندي حق اللافتات والتشيست والحبيبه والله راح نعلقهن يعني المحل راح يكون اسطوري بشكل مو معقول. اوكي وحده راح تكون هنا ووحده مثلا هنا ووحده مثلا هنا. اوكي شكلها صار في غلط. يب 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 هذا جيبها يا حبيبي. اوكي والله المكان اظلم يا شباب اسف. فمثل ما تشوفون بهالطريقه راح تتوزع الرؤوس كريبر مثل ما تشوفون رؤوس كريبر بهالطريقه راح تتوزع المحل جدا جدا جميل. وهنا يا شباب راح هم يدفعوا لي شيء اكيد راح يكون بدايموند لان مو بسهوله شخص يحصل رؤوس دايموند. عندي 3 رؤوس والله توني شايفين شباب. خلينا نخلي وحده هنا ووحده هنا ووحده هنا. اوكي نحط تمام. والله العظيم طلع اسطوري يا شباب بس مجرد المحل ينشمع ونسوي له ارضيه وراح ارجع لكم. دايفو او ماي جاد يا شباب والله يبي يضربني همزين عندي درع. تعال يا شباب يا شباب شنو هاي. فالمهم خلينا نكمل بسرعه الارضيه ونبنيها باللون الاخضر يا شباب. او نسيت اشمع نسيت اشمع والله المحل راح يكون اسطوري. شنو هاي واو قسم بالله ابداع. اوكي هو خلي يكسر وانا احط بلوكات. هذه هي البلوكات مثل ما تشوفون واو واو واو. اوكي شوفوا يا شباب ماكل جولدن ابل الحبيب ماكل جولدن ابل المفروض نخليهن حق التنين والله العظيم يا شباب. اوكي المهم والله يا شباب تذكرون بدايه الحلقه انا يلي اعطيت الجولدن ابل والله راح كلاها شو شنو لك شباب والله العظيم. فيا خلصنا البناء وشنو هذني الطابوقات الطالعات شوي خلينا نشيلهن وانت نشال بعد وخلي الرجع. فيا كمل المحل مثل ما تشوفون. طبعا المحل ما كمل بعده بالكامل لا مكان الصندوق يا شباب واضح انه مو حلو راح نغيره. واللي هو يا شباب حتى ذن الرؤوس اللي راح ابيعها راح اغير اماكنهن. خاي اللافتة مثل ما تشوفون خلي اجي هنا اكتب وان هيد. اوكي ثواني شباب وان هيد حتى ما ادري كاتبها صح ولا لا. فور يا شباب بكم السعر يا شباب 5 دايموند يا شباب فور 5 ويت دايموند يا شباب مثل ما تشوفون. اوكي كتبت الالف قبل الاي. المهم يا شباب سلكولي. فيا المحل تقريبا راح يكمل هو بعده ما كامل بس تقريبا راح يكمل. لازم نخلي له بعد هنا باب وها نسوي من هنا يا شباب نسوي باب ثاني من هنا تفتح المحل نكبره. وبنفس الشيء من هاي الجهه يا شباب ايضا راح نفتح محل كامل ومو محل كامل يا شباب نوسع المحل حرفيا قاعد اتكلم لحالي. كملنا بناء المحل وهسه خلينا نروح مع المتابعين. كمل المحل كمل. اوكي كم تبيع الراس؟ 5 دايموند. 5 دايموند ايش؟ بعد راس كريبر بعد. ايوه راس كريبر يعني حاجه مو باليه يعني حاجه حرفيا. احتمال اغير السعر اسوي تخفيضات العيد. والله ثواني اوه اقدر البسه. لا اقدر البسه راح اسوي 10 دايموند. لا هو 5 يب 5 اوكي انا توقعت 20 يعني توقعت 20 متوقعت 5. اي وين راحن؟ سرقت المحل سرقت. يا السلام عليكم يا شباب سرقوني يا شباب عطاني اغراض سيف وقال لي لا ترجحنا الا يعطيك الرؤوس. شوفوا يا شباب حبسوني داخل المحل يا شباب حبسوني داخل المحل يا شباب. ادخل جو يا شباب هذا سواني سجن حرفيا ما تطلع الا ترجع لي موارد الاطفالك حبيبي. اوكي هذه مواردك تعال انا اعطيته هديه شاطر. اوكي
اوكي شباب اعطاني الروس. خلي ارجع احطن والله نايس. اوكي شباب وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. شوفوا شوفوا يا شباب شنو سووا بالمحل، والله العظيم تعبت علي. خلي اطلع مثل ما تشوفون، فيب لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. واذا حبيتوا هيك نوع من الفيديو يا حبيبي سكتوا شوي، فاذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لنا بالتعليقات وان شاء الله راح نستمر. في مع السلامة.